السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتكلم لكم عن اللغة العربية. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد المروءة. إن أهمية اللغة العربية تنبع من نواحٍ عدة، أهمها ارتباطها الوثيق بالدين الإسلامي والقرآن الكريم، فقد اصطفى الله هذه اللغة من بين لغات العالم لتكون لغة كتابه العظيم، لقوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ومن هنا يدرك عمق الصلة بين العربية والإسلام. تزهر لغتنا الأم بعشرات الكلمات التي توضح بلاغة العربية، مثل فأسقيناكموه، وهي لفظة واحدة احتوت على حرف عطف وفعل وفاعل مفعول به أول ومفعول به ثاني، وهي من عجائب اللغة العربية. نتساءل لماذا سميت اللغة العربية بلغة الضاد؟ نظرا لكونها اللغة العرب الوحيدة التي تحتوي على حرف الضاد، بالإضافة إلى أن العرب هم أفصح من نطقوا هذا الحرف. فمن المعروف أن حرف الضاد يعتبر من أصعب الحروف نطقا عند غير العرب. كما أن بعض المتكلمين بغير العربية يعجزون عن إيجاد صوت بديل لهم في لغتهم. هل تعرفون أن أكثر من نصف مليار شخص يتحدثون اللغة العربية؟ واللغة العربية تحتل المرتبة الرابع في ترتيب اللغات في العالم، وأن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي تحتوي على حرف الضاد. واجبنا تجاه اللغة العربية الدفاع عنها والشعور بالفخر والانتماء للغة العربية الفصحى، الحث على نشرها، ويكون ذلك بالتأليف والبحث العلمي والنشر للغة العربية الفصحى. وختام القول: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعلت جمال وسره في الضاد. مدارس جيل المستقبل الخاصة، تعليم خلاق نحو غد مشرق.